ضيفتنا فين ستيفان الجمعة هذه ممثلة فاشينيستا تونسية مرام بن عزيزة باش تحكي لنا في حوار خاص على جديدها حياتها بعد عام عرس خدمتها الجاية طموحاتها في المستقبل الفنانة اللي عندها اليوم 1,300,000 متابعة في الكونت انستغرام نتاعها باش تحكي معنا بكل صراحة على آخر تصورها بين حياتها الشخصية والمهنية مرام تعيش اليوم بين تونس وباريس مرام بن عزيزة تلقاها معنا في حوار صريح جدا في انستافان ضيفتنا في انستافان الجمعة هذه ممثلة وفاشينيستا تونسية مرام بن عزيزة باش تحكي لنا في حوار خاص على جديدها حياتها بعد العرس خدمتها الجاية وطموحاتها في المستقبل مرام بن عزيزة تلقاوها معنا الجمعة هذه في انستافان مرام مرحبا عشك دود صباح تخيب نعيتها يلا نبدأ مبروك ساقبل كل شيء من الكونت بتاعك ولا فيغيفي أقل مشاكل قال باش نسنا فيها خاطر جيت من بيريود والناس كل دخلت بعضها اللي كلموني ماكش فيغيفي قولهم لي هاني نستنى انا بعث لهم ونستنى يا اخي ميم با 4 جوغ ابري ما زلت نحكي في الحكايه هذايا سبحان ربي لو كونت نتاعي ايتي فيغيفي مي فو دير كو بعث برشا مرات انستغرام وقعدت نستنى وبعض باسبوري ودرشنا قداش مره بعثت 4 فوا 3 فوا انا تونسيه عايشه في فرنسا حتى علم تونس علم فرنسا فكرتك فرنسا لا اما كنت حاب تفك خليت تفك الضوء متاع فرنسا حبيته؟ نحبه من قبلنا وتواجدني الفرصة اللي باش نكون موجودة فيه إن شاء الله يفيدني تونس؟ تونس تقعد تونس بلدي العزيزة عائلتي تونس كوفرتور FF ديزاين عادة لي موديلز في نهاية الأمر مرحلة بالنسبة لهم هم أنت لليوم زلت شادة صحيح علاش اون كونتينيو باسكو مازلت ما وصلتش كيما نحب نوصل اي جو نسوي با موديل جو سوي بلوس كو سا اذا ماكش موديل انت شنو انا لاكتريس انا الكوميديان اللي تحب تنقل من ديكور لديكور من بيرسوناج لبيرسوناج والفرصه مازلت ما جاتش انكور اللي نحس فيها ميم ابري 10 ans de carrière الحمد لله نقول شو وصلت ونتحسن من عام لعام مازلت نحب اكثر مازلت نحب نعطي اكثر عديت العام في الطيارة سنة اش فهم؟ مرتاحة فوز عام ما عاد الشهر عسل سنة عسل شهر اي سنة عسل كاو لو فالي وقيت زمي نرتاح من 10 سنين مرتحتش ما عرفتش شنو بوس نخرج ونسافر دوبي مي سيت فوا حبيت رتح بدني حبيت توا عندي حياة زوجية حياة عائلية انا سباتيك اي سامباتيك رغم اللي التصويره اللي تتسوق ديما لا برينسيس تحوس من ريستورون ريستورون بلاصه من طياره لطياره وي سيتي سا خديت عامي باش نرتاح باش نسافر باش نهار كي يجي بامبينو ولا حاجه نعرف شادين الدار دونك قاعده نتفرهد توا مع راجلي سي المومون توا ما لكنش مش تفرهد توا وقتاش نتفرهد وقيت بامبينو ان شاء الله تحب بنيه ولا وليد بصراحه اللي كتبوا ربي بربي بصراحه البنوته المسيو يحب وليد ولا بنيه نيمبورت المهم يكون ان بون سانتي سي لو بلوز امبورطون الاسم موجود في الليسته ولا ليه موجود بربي سي ان ريف الاسم ان فايت بنينا وراجل حاجه نحبوها منين كنا نفدلكوا بها ملي عرفنا بعضنا نحكيوا فيها شنو الاسم معاك لا من جامس انت تحكم والله انت الاول ما تعرفوا الاسم الو هو دواء غادونا الو يا هادي ومشي عادي ان شاء الله ربي يوصل سلامات ربي يوصل سلامات شنو وجنون وشدة تليفون عارفه روحها غادي شنو مشتوا لي مره سي فري لي جيري دو سامسونج دونك ديجا شدة تليفون عارفه وين تحب تمشي الحلوفه وراها بون كرهبه ما غير ما نسمي شنو ولا على تولي لي جيري زاد نتاع الماركه هيبي طفولتك في كلمه مرام يعني من صغرتي جو فولي بوكو دو شوز عشت برشا حاجات انا صغير دونك عشت الفرحه وعشت الوجع كي انتيريور اي انتيم بور مو اي منها هي كان ساعات يقولوا لي تو سو كوتي رجولي وجرحه سي سا بارتير دو لا وين هذه الحاجه اللي كتكونت شو عملت باش الوجيعة اللي فيك ما تغلبش؟ Ce qui ne te tue pas te rend plus fort donc في العمر هذا
من العمر هذيك هو من الصغر تتكون راه اقوى اقوى حاجه في الصغير يعيشها هو كل عمر بين الاربع سنين و تسع عشر سنين غادي من ماهوش رانكوني صغير مي غادي من يبدا يلي ماركي يعني حاجات كي لو مارك فهم حاجات كي لو مارك حاجات يشدهم دونك وينطلق. شنو الحاجه اللي تحرمت منها وانت صغيره ما تحبش بنتك ولا ولدك يتحرم منها وهو صغير؟ البوء. البوء هو موجود اما مش موجود. فينيس بيتش دوختنا بتصور انا بقى حتى هي من البلاد دوخه ما حبش نروح. اول مره نبكي وانا مرايحه مبارياش درت الدنيا والعالم. اول مره في حياتي نروح نبكي في الطياره وراجلي يتبولد عليا وانا مرايحه مبارياش نقول له ما نحبش نروح. من لا مونتاليتي ومن العبيد ومن البلاد ومن لا سي امبرسيونون سي لا او جو فيفر جو فودري فيفر سانسيرمون. غادي نحب نعمل من كارير حليهم العبيد قديش يضحكوا قديش سون هكا جويو ابارامون حتى العصافر محلاهم سرقوا لي ماكلتي عمرها ما صارت لي بحياتي على التلفيته حليل فلهيوني على اليمين اللي هي بيم يا عندي فيديو حطيتها في ستوري هزولي الماكله الكل وانا صيح قبب وانا استضحك. مشيت لامريكا لانه سبب تحاوس؟ نحاوس نحاوس امريكا سيتي يعني لون دي ديستيناسيون اللي نحلم بها. مشيت لها في العمر اللي لازمني وبالمخ اللي لازمني. فما حاجه في رحلتك لامريكا شدتني؟ نعرفها شنو؟ لي حديد محمد حديد محمد حديد بو جي جي وبلا حديد محلي عاش في تونس سي فغي؟ وي عاش في تونس صغار وما عاشوش في تونس ما عاش في تونس ويحب تونس وتعجبو تونس. كيفاش قابلته؟ وين نفطر وين وراجلي هو وين يفطر ديما غاديكا دونك مشيت له؟ قلت له زمست سيد حديد ممكن صوره؟ قال لي اكيد. قلت له انا من تونس. قال لي جمال تونس وعشت في تونس وبدا إلي تخي جونتي محلاه إلي تخي سوسيابل محلاه التصويره تحب تقول برشا حاجات التصويره ما غير كلام تقول برشا حاجات ربي فضل يا ربي يطول في عمر ومحلي. فما غنية تقول الحب لي سكر كده وعسل زيدة السكر كها الحمد لله يا ربي ربي عطانا على قد قلبي والله يحمينا من العين سورتو. عملتوا عام عرسة؟ بضحك ولعب؟ اي سانكرويابل الوقت شجري متفاهمين؟ الحمد لله برشا؟ الحمد لله هذيك أهم حاجة. شو اللي يخليكم متفاهمين؟ نفهموا بعضنا من رمشت علينا انا ونجم توا الحقيقه خاطرنا كيف كيف انا وياها سو ريسومبل بوكو هاكا علاش متفاهمين نعرفوا شنو نحبوا نعرفوا وين ماشيين وقلوبنا كيف كيف وزوز حنين على بعضنا وعاودنا عرسنا عاودتوا عرستوا؟ اي وقتي؟ في لاس فيغاس سيتي ان غايب اوسي كل حاجه حنين بها قاعده نعمل فيها الحمد لله في وقتها كل حاجه في وقتها خساره ما قلتليش راني نتعرف كحاولي لازم هو كل شيء راك حضرت بالحق حضرت في العرس الاول تو ما يسالش كل 10 سنين قلنا باش نعاودوه سانتوريني احمد تلفيت محلاه تصويره تهبل يعطي الصحة اللي خذيني زيدا في التصوير هبلت ومسكين فاشينيستا بيان سور اي كومون ميزانيتك قداش تصرف منها على لبستك؟ كيما نجم نصرف في بيريود كيما نجم اون بيريود نعديها ما نصرف فيها حتى شيء. في فيترين على شنو تبدا تلوش؟ عيني تمشي كان للحاجه الصعيبه اللي العبيد ما يجموش مثلا كان في لبسه العبيد ما تجمش تلبسها ولا ماهيش موجوده كيكو شوز دو غار بتيت بيان كيما جي اللي لبسته اليوم. وي ميرسي فاطمه بن سلطان ميرسي اللي انت جيتني بحاجه كيما هكا عايشك تستحق كاين الحاجه التونسيه فاطمه بن سلطان وي والدليع والدليع شيخ دليع سناف السيف مش شوتينغ هذا مي في البحر نعوم محليها تصوير ان فيت سي لا فيردور والغله اللي في يدي والمايو الالوان والشركه النوار اللي لبستها في ياسمين سانتو
يجي وحده راهو برشا يتحرجوا من تصويره بمايو تصويره هكا بتاع صيف برشا يقولك فك عليا خليها ليا انا انت ما عندكش مشكله معناتها اللي شدك في التصويره قلت لي محلاها تغزلها كان استيتيكا كهو نغزل لها برشا حاجات فيت نغزلش حاجه كهو خاطر عيني كبيره اللي يقولك مايو عينه تمشي مشات ديريكتومون للمايو دونك دونك الغزله هذيك مش باهيه تلقاها علاش تغزل ديريكت المايو علاش تغزل كان البختي هذا سي كو ديجا عينك ومخك لا بونسي ديجا ماهيش باهيه لا نعوم بمايو قدام العباد باش ما نعملش تصويره عشان المشكله اي سورتو كو جي با حاجه ما عنديش حاجه فولغير يعني لا فوتو ان ني با فولغير ما عنديش حاجه زايده ظاهره في التصويره نقول لك حاجه في بالي بيك باش تقدم برشا مجهود في التمثيل اما ما في باليش بيك باش توصل تولي ممثله بالفم والملاء وهذه شهاده من عند الناس الكل حتى في الكواليس يمكن ساعات ناس ما يقولوها لكش اما بعد ما نكمل انترفيو مع واحد مثلا يقول لي مهران بن عزيزه عمري ما كنت نتصور انها باش توصل للمستوى هذا محليك كي تقول لي هكا بركه محليك والله وبالحق سمعتها برشا مرات عمي ولا الحكايه هذا سمعتها من فم سامي سمعتها من فم برشا عبيد كو جي موري كو باسكو سيت ايفولو هيدي ما دخلتش نمثل هكاكا انا ظلموني كي دخلت نمثل 10 سنين تالي ذكرها حدا كيما توا في بلاتو من لي بلاتو تيلي انت داخله بزينك قالوا لي وبداو يقارنوا فيا باسامي كبار بان صبري وبدا شكون وقتها جافي ابان 22 ان جو كرو قلت لهم علاش تقارنوا فيا باسامي الكبار اللي انا مازلت ما جيتش في صفرهم لا عندي الاكسبيريونس نتاعهم لا حتى شيء قلت لهم مازلت والوقت باش يوريكم الكلام هذا الحمد لله اثبت خدمتي اثبت بالوقت وبخدمتي لا بزين لا بحد شيء زين وحده سي فري ما وصلش اما يل كونتريبي يعاون باش الو مين اون بلوس لو ستاتيو حاجه اخرى راه تسوي لا حاجه ولا ستاتيو اللي كتبته حاجه اخرى ما فهمتش نا حتى تسوي لا قديمه نتاع الوين عملتها قبل حطيتها سنه وجي دي كو فرانشمان خاطر جديد تتصاور هكا هابتين في الاكتواليتي نتاعي تاع رجال ونساء كثروا ياسر يعني وصلت ساعات ريت عباد نقدرهم على الاخر وراهم في الخدمه نتاعهم هكا كاري وليتهم درا كيفاش ديغيزي وكل تقلقت دونك جي باسا ان ميساج جي دي كو راهو سي فريمون في بور لي زونفون سي با بور نو سي بور لي زونفون هكا وقلت سيتي ما ديرنيغ فوتو الوين نجوم العالم الكل يعملوا تصاور انا مش جوي هالوين مش جوي ماهيش ما تربيتش عليها وما تربيتش ما نعرفهاش هالوين انا صغيره تعلمتها كبيره دونك لا تتبيع ني بلوس ني مو كيما يقولوا لي نوال كي نحط تصويره بحذا سابان عندي الحق ان نحط تصويره بحذا سابان نهار نوال خاطر نهار تاع عيد ميلادي دونك جو فيت مون انيفيرسير سي نوال لو 25 ديسمبر دونك مي جو جو نفيت با نوال جو في جو نعمل في عيد ميلادي ولهنا اللي يعجب هو الكوتي سيرفوز بيان سور حاجه هي غادي في الريستورون من لا جو انت اللي تحوس في العالم الكل والدور وممثله وسوبر ستار والناس تحب تقابلها بربي عجه بربي لخيه بربي بلوس جو في بلوس جو برون با لا كوموند مو جو ديباراس لي تابل اكثر بيان سور سي ان كيف سي لو بارتاج محلاه نظره العبيد لا انا نزيد نشيخ ونفرح بروحي على الاخر خاطر سي لا فري مالا ميجيكا راه الفواياج وما وتخدم وستار و انا التو فهمت هذا ستار انا ساعات بالحق يقولوا لي لازمك تعرف انت راك يعني راك تحب ولا تكره تو ان بيرسوناج بوبليك تو كيلكان دو كونو لازمك تقبلها الحكايه هذايا جاريف با ميتر سا دون ما تيت سانسيرمون ما نجمش سي موا يعني وانا كي نجحت خاطر غراسا ساره خاطر قعدت انا هاي ما يجيكش نهار تقول فك عليا فيش ريستورون نو ربي شد في صحة أمي خاطر الريستوران هذيك كان مواصل وبارك الله ما شاء الله عليه كان بماما يعني ربي فضلها شدلها في صحتها مرام بن عزيزة عندي لك مجموعة أسئلة جاوبني عليهم في أقل من 90 ثانية حاضرة؟ حاضرة مرام كيفاش توصف طبيعتك؟ محليها غنية تحب ديما تغنيها كاراوكي تاع ماريا كاري وي بلونغ توغيذر اذا كنت رابور شنو يكون اسمك الفني مرام ميناج لغه اجنبيه تحب تتعلمها نحسن في الانجلي ونزيد الاسبانيول جمعيتك المفضله ريال مدريد شنو يتربجوا بك العباد الاقرب منك مروم
فيلم كل ما تتفرج فيه تقوم تبكي. أتشي. حاجة ما زلت مستحفظ عليها من الطفولة متاعك؟ ظفرة متاع أول قسمة متاع شعري. آخر حاجة شريتها؟ بغسلي. حيوان استغرب اللي أنت تحبه؟ الحنش. آخر كتاب قريته؟ لارد دو لا غير. أكثر غلة تحبها؟ بنان. حاجة تحب تعملها وما تنجمش؟ نعبي كرش كل واحد جعان. أكثر أبليكاسيون تستعملها في تليفونك؟ إنستغرام. وين عديت سهرة رأس العام؟ لاس فيغاس. أكثر حاجة تجيب لك الإلهام؟ لا ناتشوغ. إذا باش تعمل تاتواج شنو تكتب فيه؟ حرية. أكثر حاجة تحبها في روحك؟ ما جونتيس. أكثر فصل تحبه في العام؟ ربيع. أكثر حاجة تحب تحققها في عام 2019؟ بخي ميور أكتريس. إذا تحب تعمل دوكيمونتير شنو الموضوع اللي تختاره؟ Les enfants abandonnés. فيلم سوبر هيرو تحب تمثل فيه؟ Transformer. مرام بن عزيزة يعطيك الصحة. Merci.